علي شلي. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلة سلة، وتن البدر حضرناه سلة سلة، محضر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ وردة سرنا المحبة سيكا ميا العمارة وبسرها تزهينا ياللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة. أنا عندي يا مدام الطماطم هي سيكام. نادى ربه نداء خفيا من حسن إلى أحسن بالنسبة لبيرتا. عهد وفاة كان باب، كانوا باب الجنة تحل قدامي. ذكرت هكا راجلي وصغاري وأهلي وأحبابي وأصدقائي وكلهم كانوا ما كديرين بي. بسم الله والله أكبر. نور المكان كامل نور. باب العرس صدقني معناتها شيء قشعر للبدن. ده نغزل وفعلا صحيح. يقول يا رب إن شاء الله في العودة. الناس إنا خلقنا. خبرتنا في الميدان تخلينا نكونوا متميزين. برشا شواء وبرشا موديلات تستنى فيكم. الإبداع شعارنا والإتقان مهمتنا. وكيب مختصة على ذمتكم. وهديتنا لكم اشري سنة وخلص العام الجاي. برجاوي غيدو بيتار. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تتابعوا فينا وتشاهدوا فينا كالعاده ودائما من خلال قناه التاسعه. اليوم حلقه جديده تجمعنا بكم، اكيد مواضيع جدد واكيد اكيد ضيف وبرشا نصائح وبرشا اكيد معلومات. اليوم باش نحكيوا على الرضاعه الطبيعيه، فوائدها وشنية اهميتها هالرضاعه الطبيعيه للاطفال، كيف كيف باش نحكيوا حب ومحبه وباش نحكيوا الشعر وبرشا كلام مزيان. مش هذايا برك، زاد كيف كيف باش نحكيوا على اهميه المحامي عند باحث التحقيق او حاكم التحقيق، وباش نحكيوا التنميه البشريه بيان سور، باش نحكيوا على الطريق الصامت وشنية هالظاهره هذه وش معناها طريق صامت. مش هذايا برك، نهارنا ما يحلى وما يبدا كاين بالكوجينه واللي غسيت لبنان من البدايات نتاع الشيف فتحي. شيف مرحبا، نهاركم اسعد الايام، يعيشك. الحمد لله تخي تخي بيان. اليوم حافله عندي كالعاده. اليوم باش نعمل لكم نوع نتاع يسميوه بان دو تون. مش خبز، مش خبز راه مالا. كيفاش باش نقولوا بان؟ ماهوش بان، ماهوش خبز. نو نو، اسمه بان دو تون. وباش نعمل تو تشوفوا الطريقه نتاع خدمته سهله وبنين برشا. وفات كيما الكومينتيغين باش نعملها انديفيديوال، هي تعمل في مولا كيك والا كل واحد كيفاش يعمل. هذه تحب لها برشا قرايه، شفت من بعد ماهيش قرايه تلقاها سهله وتقدر. عرفتها كيما الكيك. فوالا اوكي بالضبط. معاها هي بالطبيعه باش نعمل مقرونه انتيغرال ورده انتيغرال بنينه. سورتو اللي برشا عباد كي طيب مقرونه بلاش ماء النهار قالوا لي السباجيتي كيفاش تجيب بلاش ماء؟ باش نوريهم اليوم بالسباجيتي انتيغرال. فوالا تساعدني انا على الاخر. سباجيتي خاطر يظهر لهم سباجيتي اصعب ترتيبها. كي تبدا بلاش سمطان هي كيف كيف. معاها هي بالطبيعه عندنا اليوم ان بيسكوي باش يكون من امضاء سمارت شيف، باش يكون بالكريم باتيسيير كافي، والبيسكوي نتاعنا باش يكون كافي.
الله الله مش خاصك تجي تفهم قهيوة شيف تحية في الوسط فمش مشكل فهم القهوة نعم القهوة كل شيء أوكي يا شيف ميرسي بوكو ليك على المنيو الهيل هذي أنا ديما نقول بنين وعجيب حنين مع الشيف فتحية ميرسي بوكو ليك احنا خلينا نبدأوا ديركتومون في حلقتنا وطبعا نكتشفوا ضيوفنا اللي باش يأثوا معنا الجزء الأول من الحلقة نقول لهم مرحبا مرحبا احنا كما قلنا في اول الحلقه في الانتروم تاعنا قلنا باش نحكيوا في عده مواضيع مختلفه منهم باش نحكيوا على الحب وعلى المحبه وشكون هكا قلبه ما يحنش وقلبه ما يدقش يا مريم صافا صافا بحضنا اليوم الشعره مريم الديلي مريم تعرفت بلي فيديو نتاعها وانا ياسر تغرمت بيك نسمع لك لي فيديو نتاعك عندك طاقه محلاها عندك طريقه مزينه برشا في الالقاء مريم عايشك سافا سافا شحوينه انا فرحانه موجوده بحديكم هوني فرحانه ليليتك وليليت سورتو سي فتحي خاطرني نحب الماكله لحقتها اي يا عيني عندك حاجه تحبها بالقدا اي بعد كتيبه بعد كتيبه الماكله دونك مريم شنو موضوعنا اليوم اللي باش هكا نتعمقوا فيه والله اليوم كتبت على الحب وكتبت عليه زيدا بشويه عقلانيه الحب الرسين هذايا اي الحب العقلاني نورمالمون الحب العقلي دونك تحبوا تسمعوا مريم اديلي بعديك شويه في حاجه مزينه برشا دونك ما عليكم كان تتابعونا خليني نتعدى ديريكتومون للدكتوره زهره المراكشي اخصائيه في طب الاطفال دكتوره مرحبا بيك وبيك فرحانه اللي ريتك عايشك زيدا انتم رعاه كيفاش يقولوها هي عصافر الجنه هما الأطفال الصغيرات واليوم جيتنا بموضوع مزيان على الأخر ولا يقل أهمية ولو أنه قاعد يتلاشى شيئا فشيئا في مجتمعنا واللي هو الرضاعة الطبيعية بكل أسف صحيح الرضاعة الطبيعية معناتها عندها أهمية كبيرة كبيرة في حياة الطفل وفي حياة الإنسان ككل معناتها الفوائد متاعها لا تحصى ولا تعد واحنا في تونس قادمين ان شاء الله بيانتو على الاسبوع العالمي للرضاعه الطبيعيه اللي التوقيت نتاعو هو توقيت تونسي هو عالمي لكن توقيته تونسي من 1 الى 7 نوفمبر وقع في تونس الاختيار على التاريخ هذايا من 1 ل 7 نوفمبر باش زيد الرساله اللي نحبوا نوصلوها من خلال التوقيت هذا انه بعد الشهر الوردي نواصلوا زادة في الحماية من سرطان الثدي متاع الأم بالتشجيع على الرضاعة الطبيعية على خاطر نعرفوا اللي الرضاعة الطبيعية تحمي الأم من سرطان الثدي وسرطان المبيض ومعناتها وعدة أمراض أخرى بيه دكتورة إيش نحكيه على أهميتها الرضاعة ولو أنه كما قلنا للأسف ماشية وتنقص نهار بعد نهار شنو أهمية الرضاعة الطبيعية؟ رضاعة طبيعية خليني نقول في البداية اللي هي في تونس متدهورة حاجة كبيرة برشا ما نحبش نعطي برشا أرقام لكن نعطي رقم واحد اللي هو في تونس في حدود 6 شهور اللوتو هو ب 13% معناتها 13% يوصلوا لست شهور وهما يرضعوا في صغيراتهم رضاعة مطلقة فقط خاصة وقت اللي نقارنوه بالمعدل العالمي اللي هو في حدود 44% دونك متدهور احنا دكتورة احنا في مؤخرة البلدان من الناحية هذه وهذا شيء نتأسف له برشا على خاطر الرضاعة الطبيعية هي داخلة في التراث الثقافي والديني متاعنا ومعناتها وأجدادنا قبل والكل كلهم كانوا يرضعوا بعد شيئا فشيئا ليزابيتود هذوما تلاشاو ومعناتها وخسارة واحنا توا الناس اللي كنا متحمسين معناتها كوزارة إشراف وزارة الصحة ولكن مجتمع مدني ما بعضنا ونحبوا نقفوا للرضاعة الطبيعية ونعطيوها الأهمية اللي هي تستحقها الفوائد متاحة عديدة بالنسبة للصغير نحب نقول أنه معناتها الحليب الأم ما هوش فقط تغذية معناتها تاكل ماكلة وكهو لا هو غذاء روحي هو معناتها وقت اللي الصغير يبدا يرضع في امه ستاليان سبيريتويل بين الام وايموشنيل كل شيء ويبدا عند الولاده وخاصه وقت الام تبدا الرضاعه الطبيعيه في بيت الولاده من اللحظات الاولى من وقت يتولد الصغير ويحطوه لها معناتها لحمه على لحمها جلد على جلد نسميوه كونتاكت بو ابو يبدا الصغير لاصق في امه هيك الفتره هذيك معناتها تقع فيها
معناتها لو ليان بين الام والصغير نتاعها يتخلق وقتها ويولي دو بلوز ان بلو فور معناتها دونك الحليب الام ماهوش كان تغذيه هو هالعلاقه الحميميه هذه بينه وبين امه هو الشعور بالامان معناتها وقت اللي يرضع امه ويشم ريحه امه وسخانه امه ويسمع دقات قلب امه هذوما دي روبير الكل كان يعرفهم وقت اللي هو كان في كرشها دونك وقت اللي يتولد وتحطه هي على صدرها ويحس بهم هذوما لي روبير الكل هاللي روبير من شانهم انهم يعطيوه الشعور بالامان وبالطمانينه ويكبر فك الجو هذاك نتاع الطمانينه ويطلع انسان متوازن صحيح. معناتها متوازن وقت المراهقه وحتى كيف يكبر الى اخره الرضاعه الطبيعيه وحليب الام يحمي الصغير من عديد من الامراض الامراض الجرثوميه كما جريان الجوف كما ليزوتيت مشاكل التنفس من الحساسيه من السمنه كيف حتى كيف مناعته دكتوره خاطر المناعه نتاع الام مناعه تزيد يكسب مناعه ومناعته تزيد ودير الناس كل تلاحظها والدراسات معناتها وريت هذا انه الصغير اللي يرضع من امه هو امراضه قليله تقل الامراض والمصروف على الامراض يقل والى اخره معناتها اودولا من الفائده الصحيه ثم فائده اقتصاديه في شريان الحليب ولكن في معالجه الامراض والادويه والى اخره دونك هالحليب الام هذه الطفل يحميه والحمايه تتواصل معاه حتى لين يكبر وقت اللي يكبر يولي كهل يبدا متعرض اقل للامراض اللي توا ولات ساريه ومتواجده برشا كيما السمنه كيما غلظ الدم كيما السكري رقم اثنين الطفل وقت اللي يكبر ويولي كهل يبدا عرضه اقل للامراض نتاع العصر اللي ولات متواجده برشا مالوغوزمون كيما السمنه كيما غلظ الدم كيما الديابيت معناتها هذوم الكل يكونوا معناتها اقل عند الكهل اللي هو وقت اللي كان صغير تمتع بالرضاعه الطبيعيه ورضاع امه هذا بالنسبه للصغير ايوه الصغير هو صغير هو كبير بيانفي فما دي بيانفي للام كي ترضع صغيرها مده معينه بتبيعها بالنسبه للام كله فوائد والفائده الاولى تبدا من بيت الولاده على خاطر وقت اللي هي تحطك صغيرها معناتها على صدرها باش ترضعوا في اللحظات الاولى بدنها يفرز هرمون الهرمون هذه نسميوها الهرمون لوسيتوسين اللي هي هرمون السعاده والحب الهرمون هذه معروفه برشا وتخليها تتعلق بصغيرها لكن في نفس الوقت الهرمون هذه تخلي الرحامه نتاعها ينكمش والنزيف يقل برشا ودونك تضيع اقل الدم وتكون بالطبيعه في صحه خير هذه ديجا اول افي بوزيتيف توتويت ايميديا سبحان الله ايميديا زيد نعرفوا اللي هما بيان في اخرين بيان في اخرين بالطبيعه نعرفوا مثلا من ناحيه رشاقه رشاقه البدن نعرفوا الام اللي ترضع تسترجع الوزن نتاعها من قبل الحباله بطريقه اسرع من اللي لو كان كانت ما ترضعش دونك معناتها تسترجع الرشاقه نتاعها والكل عكس ما نظنوا انه رضاعة تحل واحد معناتها فما عدة أفكار مسبقة وأفكار غالطة مغلوطة وما مش صحيح بالعكس الأم تسترجع جمالها البدني ورشاقتها من غير حتى إشكال الحاجة الأخرى اللي مهمة وحكينا عليها في البداية في الانترو هي السرطان سرطان المرأة معناتها سرطان الثدي سرطان المبيض سرطان الرحم كلهم ينقصوا والرضاعة الطبيعية هي من الأشياء اللي تخلي الأم عرضة أقل لهالأمراض الخبيثة وحتى كي تكبر زيادة وتولي مرأة كبيرة حتى كي تولي مرأة كبيرة تبدأ عرضة أقل لهشاشة العظام نعرفوا احنا هالشيء مربوط ببعضه زيادة اي مربوط بالألوفات أنهي رضعت صغير لول والثاني إلى آخره قد ما ترضع قد ما لو بروتكسيون تزيد هشاشة العظام اللي برشا نساء كبار نعرفوا معناتها ساعات حتى هكا تروماتيزم خفيف يتكسر عظامهم الى اخره تبدا عندها اقل هشاشة عظام كي تكون رضعت صغيراتها على الاول اي دكتوره فما زاده نساء اللي ما يرضعوش صغيراتهم يقعد لهم حليب في صدرهم في صدر شكون في صدر الام اي تقص على ترضيع الصغير
ويقعد لها الحليب هذاك موجود. احنا ما ننصحوش باش الام تقص، معناتها من الاحسن وقت اللي تبدا في الرضاعه الطبيعيه تستمر فيها. اسكو عنده مخاطر كي تقص على صغير وتخلي الحليب في صدرها؟ ينجم يكون، معناتها يعطي معناتها حاجات تعيشهم هي في بدنها، بدا صدرها يحنجر، نجم تعمل لها ماستيت. وزيد للبيبي ماهوش باهي ان نقصوا عليه هكا ضربه واحده، معناتها حليب امه ما يلزمشك السوفغاج يقع هكا فجئيا وحاجه هكا من اليوم الغدوه كان يرضع وبعد يولي ما يرضعش. هذا مستحيل ان ننصحوا به، يلزم معناتها حتى السوفغاج يقع تدريجيا وفي وقته. اما خلينا نذكروا بالمدة نتاع الرضاعة الطبيعية اللي هي منسوح بها وتوصيات المنظمة العالمية للصحة اللي هي تقول وأكدت وحتى لليوم وديما التأكيد نفس التأكيد اليونيسيف لوماس بكلهم يقول لك الرضاعة الطبيعية يلزمها تكون مطلقة مدة 6 شهور لولانيين. شو معناتها كلمة مطلقة؟ مطلقة معناتها الصغير ما ياخذ حتى شيء آخر بخلاف حليب أمه، حتى الماء ما يستحقوش، على خاطر الماء حليب الأم فيه الكمية الكافية من الماء اللي ترويه والحليب يززيه. 6 شهور الأولانيين ما عندك ما تدخله حتى شيء، حليب أمه أكهو. وبعد 6 شهور ما نقصوش على الرضاعة الطبيعية بالطبيعة طبعا. لكن تدريجيا وبشوية بشوية ندخله الماكلة الأخرى، الخضرة والخضروات والكل الصغير، وتدريجيا من غير فورسينج، من غير اللي يلزمه من نهار الأول لازم ياكل زحفة خضرة ولا ذاتي نوعا ما. حليب أمه يكفيه في سن معين، يكفيه ويأمن له نمو سليم الكل. وبالعكس معناتها ما يبداش سمين، خاطر احنا عندنا عادة في تونس ديما الصغير بطبط، اي الصغير كي بيسمن نقولوا تبارك الله عليه، اما كي يبدا ماشي قد قد توب موديل حسبك الكورب دو كروسونس ماشي بالقدا يظهر لنا ديما ضعيف. شبيه ضعيف هو؟ بالعكس هو بدنه قوي وهو ماشي قد قد وما عندوش هيك السمنه وما يتعرضش للريسك نتاع السمنه وقت اللي هو يكبر. وبالنسبه نكملوا على حكايه التوقيت نتاع الرضاعه الطبيعيه، قلنا 6 شهور الاولانيين يلزمها تكون مطلقه، وبعد 6 شهور ندخلوا حاجات شويه بشويه او ما نقصوش، ونوصلوا للعامين، ونوصلوا للعامين حولين كاملين، عامين رضاعه طبيعيه واكثر لمن استطاع اليه سبيلا. واش خاص فما برشا امهات يرضعوا حتى اكثر من عامين، لكن هذا منسوح به توا، احنا توا نعرفوه في ديننا موجود حولين كاملين، لكن طبيا وصحيا هذا توا حاجه اللي متاكده. العامين الاولانيين احسن غذاء للصغير هو حليب أمه، الجسم ولازمنا نحطوا في بالنا ونقولوا للمشاهدين اللي يسمعوا فينا اللي راهو الحليب الاصطناعي ولو يتباع في الفارماسي ودرا شنو والى اخره راهو يبقى حليب اصطناعي بقري، حليب نتاع ابقار معناتها لي دفاش، معناتها فيه كمام لي موليكول اللي فيه ولي سوبستانس اللي فيه ولي بروتيين والكل ماهمش ما يتماشاوش مع طبيعه الانسان، يتماشاو مع ولد البقره ما يتماشاوش مع ولد الانسان. ولد الانسان هو حليب امه، هو بروتينات امه، هو لي موليكول نتاع الانسان، هذاك هو احسن شيء وهذاك اغلى شيء. وهذا احنا توا ان شاء الله في الاسبوع العالمي للرضاعه الطبيعيه اللي نحبوا نعملوا تحسيس للناس الكل في تونس، خلي المجتمعات والعائلات والامهات والاباء يحسوا بضروره الرضاعه الطبيعيه بالفوائد الجمه نتاع الرضاعه الطبيعيه ونرجعوا لها. والبلدان الاخرين ماهمش خير منا، فما بلدان معناتها في شمال اوروبا وصلوا 90%، علاش احنا في تونس 13%؟ علاش ناقصين حنيه على صغيراتنا؟ ماناش ناقصين حنيه، فقط ناقصين شويه وعي وتوعيه، ويلزمنا احنا معناتها المسؤولين والمجتمع المدني يقوم بدوره في طبعا توعية النساء، خاطر بون ما نحبش نلقي زاده بالغلطه على كتاف النساء ونقولوا النساء ما يحبوش والكل. بالكشي احنا اللي ماناش قاعدين قايمين بالواجب نتاعنا باش نحسوهم كوم الفو ونوريوهم ونوعيوهم ونتبعوهم باش يتجاوزوا حتى الصعوبات، خاطر في بعض الاحيان
سورتو كي تبدا مراه مازالت صغيره ومازالت تجربتها الاولى في الولاده وفي الرضاعه تبدا ما تعرفش دونك تتعرض شويه صعوبات ساعات ما عندهاش ثقه في نفسها تقول لك زعما انا شبعت وزعما صغير يشبع زعما به زعما دونك فك لي ديفيكولتي هذوك اللي هي تنجم تتعرض لهم بين ظفرين ديفيكولتي فهمت معناتها فما الاختصاصيين في الرضاعه الطبيعيه ولا اختصاص توا فهمت والاستشاريين نتاع الرضاعه الطبيعيه يعاونوها باش تتجاوز هي هكا الصعوبات وتنجح في الرضاعه الطبيعيه وترضع صغيرها كوم الفو وراهي معناتها نقطه الانطلاق الاولى اللي وقت اللي هي معناتها تبدا واعيه بها وبالاهميه نتاعها هي بقدرة ربي باش تنجح في الرضاعة وقت اللي تنطلق في الرضاعة من اللحظات الأولى ومن بيت الولادة واضح دكتورة ونختم بهذايا هذا علاش احنا حتى في التكوين اللي نعملوه للإطارات الصحة وللقوابل وللأطباء معناتها نخدم برشا على هذا على كلميز أن بو أبو جلد للجلد من بيت الولادة والرضاعة من اللحظات الأولى ديكو معناتها الليتا متاع الأم يسمح يلزم الصغير نحطوه على امه وينطلق في الرضاعه دونك الاطارات الاطار الصحي معناتها الوعي نتاعو قاعد يزيد دو بلوز اون بلو والامهات زاد يلزمها طالب بحقها انها تاخذ الصغير نتاعها سورتو كي تبدا هي لاباس وهو لاباس طالب بحقها باش الصغير نتاعها تاخذه ويقعد معاها ومش قاعده معناتها شدوا شويه ما خذت خاطر وبعدها هيت هيت وانت يقعد ارتاح مدام لا نحبوا احنا صغيرها يقعد معاها ويقعد على طول ومن بيت الولاده حتى تمشي لبيتها الفرشها والبيبي نتاعها معاها وعندها باش يتعلق بها وتتعلق بيه وباش تبدا الرضاعه الطبيعيه على اسس صحيحه. به يعطيك صحه دكتوره على التوضيحات هذه الكل. حبيت نسالك سؤال هو فما برشا نساء قاعدين يلتجؤوا لها التقنيه هذه انه تفرغ الحليب من صدرها وتخدم المراه تبدا ولا اللي هو ومن بعد يا عند الحاضنه شكون من الدار امها حماتها او غيره دونك يعطيوه يحطوه له في بيبغون الحليب هذاك ويعطيوه له على طيله النهار. هل يفقد الحليب هذايا نقولوا احنا الجوده نتاعو او الفيتامينات نتاعو او ايش فيه مميزات؟ او لا؟ معناتها هذه اجراء معناتها اللي كل مرات معناتها تشتغل خارج البيت خاطر هي تشتغل داخل البيت زيد تشتغل خارج البيت مجبوره باش تبعد على صغيرها ودونك من جمله الحلول اللي نقترحوهم عليها والحلول ما تنجم كان تكون مشخصنه معناتها خاطر كل مراه قداش تغيب على صغيرها طبعًا. ويلزم معناتها تكون بيرسوناليزي معناتها نشوفوا معاها هي لكن بصفه عامه ننصحوا برشا انها تجبد الحليب سورتو جبادات الحليب توا اللي تيغلي متطوره ولاو حاجه خارقه العاده موجودين توا موجودين في تونس والكاليتي نتاعهم تحسنت برشا وما يعذبوش المراه وفي عوز تشري ستيريليزاتور بيبرون تشري تيغلي هذيك تبدا تخدم ولا اللي يحب يعمل لها كادو ما يعملش كادو ستيريليزاتور بيبرون يعمل لها كادو تيغلي مثلا هي فكره هي هذه فكره تيغلي هايله والتيغلي هذاك تجبد به الحليب نتاعها تنجم تخبيه في الكونجيلاتور تنجم تخبيه في الثلاجه عنده توقيت اللي يقعد فيه صالح ويقعد معناتها بالميزات نتاعو الكل ما يصير له شيء ما يصير له حتى شيء اذا كان تحافظ عليه كوم ساس دوا فما دي دوغري معينين لازمها دوبا ما تجبد الحليب من فما صدرها فما دي دوغري اذا كاني مثلا ام جبدت حليبها لكن احنا الحليب هذاك باش نستعملوه رابي جبدته وخرجت تخدم والانسان اللي باش يتلهى بالصغير باش يستعمله فك ساعه ولا ساعتين ما تستحقش باش تحطه في الثلاجه ينجم يقعد في التمبيراتور امبيونت مده 4-5 سوايع نجم نقولوا 4 سوايع في الصيف 5-6 سوايع في الشتاء مثلا وإذا كان مثلا باش يقعد أكثر من الوقت من المستحسن نحافظوا عليه في الثلاجة، الثلاجة اللي هي التمبيراتور نتاعها تكون بلوس 4 دوغري، وأسمون لا يقعد الحليب في الثلاجة مدة ينجم يقعد مدة 4 أيام، لازم تكتب عليه هي التاريخ لادات، وينجم يقعد 4 أيام، 4 سوايع و4 أيام، وفي الكونجيلاتور موان 18 ينجم يقعد 4 شهور ينجم يتكنجل طبعا ينجم يتكنجل في ديبو فما ديبوش يتباعوا توا وحتى اللي ما ينجمش يشري ليبوش سبيسيال باش تحط حليب الام
نستعملوا الدبس باللار، معناتها يكونوا نظفوه من عقموه، دبس صغار باللار، يكون الختام تاعو ما يكونش حديد، يكون بلاستيك معناتها مثلا. والكمية الحليب تتحط في الدبوزة، نكتبوا عليها التاريخ وتتحط في الكونجيلاتور ونجبدوها وقت اللي نستحقوا لها. واضح دكتورة. حاجة نختم بها معاك لهنا، يقول قايل تو هالفوائد هذه الكل، الصغير تعاون ويكتسب مناعة وباهي العظام، شنو هو اللي فيه حليب لوم؟ اعطيني لي كومبوزيسيون، من شنو يتكون؟ فيه كل شيء. كل شيء، فيه كل شيء، معناتها ما الحاجات اللي معناتها لي غلوسيد والدهنيات واللي بروتيين وكل شيء هذاك بالطبيعه معناتها يغطي حاجيات الطفل، لكن فيه زاده معناتها برشا حاجات اخرين اللي هما يخليوه الصغير يكتسب المناعه، معناتها يحميوه خاطر الايامات الاولى من الحياه هو ناقص مناعه ويجي للدنيا في عالم كله جراثيم، كان في كرشمه ما فماش جراثيم، يهبط للعالم كله جراثيم حولنا. ودونك كيف الام تعطيها حليبها، هي تعطيها كلي زيمينوغلوبولين هذوكم اللي هما باش يدخلوا له معناتها في موسرانته وفي الجهاز الهضمي نتاعو ويحميوه من كل جراثيم، ونون سولمون يحميوه من كل جراثيم، لكن حليب الام هو يكون معناتها يخلي الصغير يلمي اون بلاس اللي نسميوه احنا الميكروبيوت. ميكروبيوت هما هيك الجراثيم اللي هما باهين، خاطر مش الجراثيم تاع الجهاز التنفس جهاز الهضمي، ماهوش كل خايبين، فيهم اللي باهي اللي يحمينا ويحمينا صحتنا والكل، والجراثيم الباهيه اسمها الميكروبيوت. الوغ الميكروبيوت بالنسبه للصغير اللي يرضع امه يكون متميز ويقعد معاه طول عمره ويحميه من الامراض ومن الحساسيه ومن لي كونسير ومن برشا حاجات. والتغذيه الصحيه راهي معناتها مش كان كي نكبروا نخموا في التغذيه الصحيه، التغذيه الصحيه صحيح. من اول نهار في الحياه، واول نهار في الحياه التغذيه الصحيه لك الصغير هي حليب الام. يعطيك الصحه دكتوره زهره المراكشي، اخصائيه في طب الاطفال، بالحق محليه الحوار معاك، وقداش عطيتنا نصايح اي سورتو قداش عطيتنا معلومات مهمه. انا نتعدى ديريكتومون بحذا الشيف فتحية، عندها اول ايتاب في المنيو تاعنا اليوم. شيف، اول حاجه باش نبدا بها هي البان دو تون، هذا اللي باش نحضروا خاطر لازم قيت للتطيب. الوغ نجي خذيت التون الموجه اللي بالماء بلاش زيت، الخاصيه نتاعو التون الموجه هذا كونه ماهوش غا، معناها مخدوم بالماء مفوح بالرنج الجبلي كيما التون الاخر كيما التون اللي بالزيت، لكن هو طيب معناها ناتور بالماء ماهوش بالزيوت. نفرغ له الماء نتاعو، اذا كان عندنا قطوس ولا حاجه نعطيه له، انا قطوسي يحب الماء نتاع التن ديما، هذاك علاش نشري له ديما التن اللي بالماء. الوغ هنايا نجي نفرغ حكه التن نتاعي، نشوفوا فيه كيفاش حتى الناتور اللي بالماء ديما التن نتاعنا فصوص كامله، الملح نتاعو اكيليبغي مفوح بالرند الجبلي، معلب باليد ماهوش معلب بالماكينات، معناها اذا كان فيه اي حاجه اي شوك اي حاجه تظهر فيه، هذاك علاش انا نختار تن معناها عنده تراسابيليتي، عنده نكهه بنينه من معناها من التن فريمون الممتاز. وكي تشوفوه تلقاوه ما فيهش ميات، رغم اللي حكه كبيره ولا صغيره، ساعات تلقاو حكه صغيره نتاع تن تلقاو فص واحد تن والبقيه كله في تريش، معناها كلي ظهر كانه اخر اللمه نتاع التن، الوغكو هذا من اول الحكه لاخرها تلقاها كلها مرسوات ما فيهاش ميات بالكل، على خاطر معناها اللي حاطينه في وسطه معلبينه باليد ماهوش بالماكينات. الوغ هوني نجي نفترشو مليح مليح، دايوغ صعيب تفترشو باسكو لا من بعضه منور مورق. هنايا نحط عليه شويه شبت، يعطي نكهه بنينه الشبت مع اي نوع معناها اسماك، يعطي مطعم بنين ياسر، وبالاخص مع التن، مع التن يعطي حاجه روعه في المطعم، يعطي نكهه بنينه. هنايا عندي شويه معدنوس، نحط عليه المعدنوس، عندي بصل
ذبلته هذا الاخضر بتاع البصل. انا قلت لك ملي يبدا الشتاء يخدم البصل هذايا الشتوي نبدا الاخضر بتاع البصل عمري ما نلوحه، ديما نغسله مليح من التراب. وحنا راهو عندنا الحظ في تونس اللي عندنا الاخضر بتاع البصل، فما بلدان يبيعوه بصلتين في قرطاس ويبداو كاينهم حشيش الروح، لوك هو الحشيش نتاع البصل اللي هو زاد بصل، معناها ماهوش فيه مطعم، فيه نكهه، فيه منفعه، فيه برشا حاجات. الوغ هذاك علاش انا في الحاجات هذوما الكل نستعمله. هوني عندي كريمه 100 غرام كريم ليكيد، هذيا تعطي لونكتيوزيتي للخليط نتاعنا. مع هذا عندي 100 غرام فرينه وعندي 8 كعبات عظم. وانتم شفتوا لي انا مانيش باش نفوح بحتى شيء، معناها باش يكون الفاح نتاعو هو الخضره اللي حطيتها اللي هي المعدنوس والشبت والبصل، والخليط نتاعنا باش يكون عظم وفرينه والكريمة. ألوغ عندي 8 عظمات نحطهم هنايا ونخلط بالسياسة، ونحط الفرينة، فرينة متاعي وردة العادية نحطها ونخلط مليح. أنا دهنت ليمول بتاعي بشوية زبدة مرياح، تعرفوا يلزم يدهنوا هذوما. توا نخلطوا بالقدي بالقدي كيما الطاجين، ما اكثر مخلط اكثر خاطر يلزم الفرينه تزوز في وسطه. نعبيه في اللي غمكان هذوما، والا اللي عنده يحبوا كعبه بركه يعبيه في مول بتاع كيك، ولا معناها نشوفوا المول اللي تحبوه ونصب تحته الماء ويتيب بامغي، يدخل الكوشه مده تقريبا 45 دقيقة حتى لساعة، يتيب كوم ان فلون، معناها ما يتيبش في الشايح، يلزم يتيب وهو تحته الماء يغلي باش ما يشيحش، يقعد اونكتيو ويقعد ان بان دو فيوند، ماهوش طاجين، ماهوش معناها الخلطة نتاعو تتسمى البان دو فيوند، كيما نوع كيك مالح، كيما نوع الحاجات هذوكا. لكن فما برشا انواع نتاع لي بان هذوما، فما بان دو بولي، فما بان دو فيوند، فما كل مره تون النوع. ما انا نحب برشا التون، هذاك علاش المره هذه اخترت باش نعمل ان بان دو تون. الوغ هوني خلطوا تشوفوا فيها الكونسيستانس نتاعو مزيانه، نجي نحي هذا الكل ونعبي بالمغرفه في وسط الليمول هذوما. قلت لكم دهنتهم جست بالزبده، كوشتي تسخن في 180 درجة، نعبي ليمول ونحطهم، نعبيهم حتى نخلي نص سنتي على الحرف. فوالا نستويها ونحطها، ومن بعد قعد كان باش نصب في وسط الفون بتاعي شوية ماء مغلي يغلي حاضر باش كي يدخل الكوشة ديجا الكوشة سخونة، يقعد يغلي الكل مع بعضه. نكمل هذايا ونرجعوا مع بعضنا في بقية وصفاتنا. صفاء يعطيك صحة شيف فتحية، ميرسي بوكو ليك. احنا اكيد باش نحكيو على الشعر وباش نحكيو على الكلام المزيان على الحب وعلى المحبة، لكن قبل ما نمشي مع مريم اديلي نحب نهزكم العالم ليبرتا فواياج وايش عندهم ليبرتا فواياج، باش نحكيو اليوم على رحلات اسبوعية كل نهار سبت اثنين ثلاث عبر الخطوط السعودية، وذلك ابتداء من 25 اكتوبر. وسعر الرحلة باش يكون ابتداء من 3449 دينار للمعتمر الواحد في الغرفة الرباعية. وديما كي نقولوا ليبرتا فواياج أو نقولوا تحب تسافر وتعتمر عمرة ناجحة، ما تنجم تكون كاين مع ليبرتا فواياج. نشوفوا الفتير هذه وسبوت هذه ونرجع نكملوا مع بعضنا. مع ليبرتا ديما ثم جديد، كما حكينا على فندق سويس هوتيل مكة المكرمة، اليوم باش نحكيو على فندق في المدينة المنورة، باش نمشيو مع بعضنا لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربي يكتبها لنا وإياكم إن شاء الله. دونك نحكيو على فندق سجاء المدينة المصنف 5 نجوم، لكن هو من فئة 4 نجوم، هكاك باش نكونوا ديما واضحين معاكم كما عودتكم ليبرتا فواياج. هو نزل في المنطقة المركزية الشمالية على بعد 4 دقائق سيرا على الأقدام من الحرم النبوي. وعلاش اخترنا فندق سجاء المدينة وعلاش المنطقة المركزية الشمالية؟ لأنه ليبرتا تخمم في راحتكم،
لأنه المنطقة هذه تتمتع بأرض منبسطة يعني سهل المشي فيها وقريبة جدا من مدخل مصلى النساء، وتشمل المنطقة زيادة عديد المحلات التجارية باش تشريوا هداياكم ومستلزماتكم زيادة للعمرة. دونك الأوتيل هذا سجاء المدينة فيه غرف واسعة ما شاء الله ومريحة وراقية جدا، ويتميز فندق سجاء المدينة زيادة بحفاوة الاستقبال وخدمات ممتازة جدا مع فطور صباح متنوع ويشمل عديد الاختيارات اللي تشبع المعتمر وهكيكا يقوم بأداء مناسكو بسهولة وهو يبدأ فرحان. وها باش نشوفوه مع بعضنا باش نشوفوا الموقع نتاع فندق سجاء المدينة كيفاش يكون. هاكا نشوفوا في المنطقة المركزية الشمالية كما تشوفوا فيها، والنقطة الحمراء هذيك هو فندق سجاء المدينة. شوفوا قداش قريب السهم هذيك، آخر السهم هو مدخل مصلى النساء في الحرم النبوي الشريف. ما شاء الله تبارك الله، يعني موقع ممتاز ومميز جدا، وهذه هي اختيارات ليبرتا فواياج اللي ديما تتميز بالدقة، وخاصة أنه ما توفر لكم إلا الحاجة المريحة واللي تناسب كل المعتمرين إن شاء الله. دونك نزل سجاء المدينة متوفر في زوز برامج، في برنامج عمرة الرافهة A اللي ابتداء من 4,549 دينار، وأيضا موجود تلقاوه في عمرة الرافهة B بلس ابتداء من 4,349 دينار للمعتمر الواحد طبعا في الغرفة الرباعية. كيف تقول العمرة؟ تقول ليبرتا فواياج. وديما قبل ما نختم النقطة متاعي هذية العالمية معاكم، خلينا ناخذوا آراء أحباب ليبرتا وشنو قالوا، ماذا قالوا عنا في الكومنتير اللي قناهم ووصلونا في الباج متاعنا حج وعمرة. أم محمد تقول أنا مشيت معاكم ربي يبارك لك، أحسن عمرة، ربي يبارك لك أم محمد وإن شاء الله في العودة يا ربي. ندو تقول ليبرتا ربي يبارك لكم، أحسن اختيار، جودة في الخدمات وحسن الأخلاق، ربي يبارك لك ندو، وإن شاء الله زادة تمشي مع ليبرتا وتزور اللي أنت متمنيتهم يا ربي. أمنا عماري بن سلطان تقول اللهم أكرمنا ولا تحرمنا مع ليبرتا، إن شاء الله يا ربي نقول لك اللهم آمين. سي ملاوحي رضا يقول ليبرتا العز والدلال، الله يعز مقدارك ويرفع شأنك سي رضا. مازلنا مواصلين مع لي كومنتير. ومنيا كهاش تقول ما شاء الله ليبرتا معتمر معاها وبالك مرتاح ومطمئن، احسن ليبرتا، ربي يوفق كل العاملين الكل بدون استثناء وعلى راسهم السيد وسام بن عامر. هذه شهاده نفتخر بها وتزيدنا حرصا على انجاح مشروع افضل الخدمات على الاطلاق. سي عبد الجليل دباشي يقول ربي يوفقكم احلى ليبرتا، اللهم امين. وياك يا اخي الفاضل، شكرا لك على هذه الشهاده. ايضا جميله جموله تقول انا مشيت مع ليبرتا وكانت احلى مشيه، يا ربي لا تحرم منها حد، ربي يبارك لك وان شاء الله في عوده يا جميله معانا ان شاء الله مع ليبرتا. فاطمه بن حميده تقول العمره مع ليبرتا وحدها، ربي يبارك لك ان شاء الله وان شاء الله في العوده اذا كنت مشيت معانا ان شاء الله. كانت هذه لي كومونتير وأراء أراءكم، واش قلتوا علينا، واش قلتوا على ليبرتا اللي شعارها ديما استمتع بإقامة قريبة وفخمة لخدمة ضيوف الرحمن بأرقى الخدمات ابتداء من مكاتبنا في تونس الكل وصولا إلى البقاع المقدسة من المدينة المنورة ومكة المكرمة. اللي يقول العمرة يقول ليبرتا فواياج أكيد. احنا في انتظار آرائكم واقتراحاتكم وتفاعلاتكم على صفحتنا، صفحة فيسبوك حج والعمرة ليبرتا. ونذكر أن عندنا موعد يومي زيد اللايف، تلقوني معكم أنا عفيفة بوكيل جويدة، نحييكم نتقابل معكم في مواعيد أخرى إن شاء الله. خلينا نمشي توا لعالم الحب والمحبه والمشاعر الرقيقه والراقيه. كما قلنا في الانترو حاضره معنا مدام مريم الديلي وهي شاعره. مريم شنو هالغرام هذا؟ شنو هالرتبه في الكتيبه والبنه في الالقاء سورتو، على خاطر مش كل شاعر يعرف يلقي، وانت ما شاء الله عليك عندك طريقه متميزه في الالقاء. عايشك صافي. دونك انا نقول دونك انت تحس في اللي تكتب فيه باش تحس اللي تقوله، كي تحس اللي تقوله باش تكون صادق وباش تكون أليس.
دونك هذيك علاش تخرج الحاجة كما تقول أنت رتب فيها برشا رتبة. والحاجة اللي ميزك إنك تكتب الشعر النثري باللغة التونسية بالدارجة متاعنا المهذبة طبعاً. دونك أنا على باز صافي كنت نكتب شعر باللغة العربية الفصحى. هذا باش بديت ملي أنا صغيرة. افيك لو طون انت صغيره راك لي وانا صغيره اي صغيره والله قريبتي 2 سنين اي ما شاء الله ميسيلش دونك ملي انا صغيره معناها في المدرسه نقولوا دونك بشويه بشويه افيك لو طون فهمت اللي بتاتر في وقتنا تاو ماذا بيك باش توصل حاجتك للناس ولا بتاتر تكون كوميرسيال اكثر تردها بلغتنا بالدارجه باش توصل اكثر باش الناس يسمعوك اكثر. منين جاتك هالفكره هذه او الحدس او الحس هذايا الشعري اللي سي با دوني بور تو الموند راه هو سي تان تالون كيما اللي يمثل كيما اللي عنده صوت حلو كيما اللي يرسم كيما اللي يشطح هو سي تان تالون دونك ملي انا صغيره نكتب ونميتو بيان سور جيتي بيرسيفيرونت فبرت وخدمت نميتو بشويه بشويه حتى تطورت في الكتابه اكثر. هل كان عندك حد غرمك به العالم هذا او يعني الانسبيراسيون منين جاتك؟ شفت سمعت تاثرت بحد يكتب؟ الحقيقه لا كنت نتاثر بتاتر كي نسمع اغنيات كنت نقرا اما ما فماش حد معين الحقيقه غرمني دايوغ كي تشوف كتيبتي ولا تكست اللي انا نكتبهم بتلقى اللي هو ان ستيل بيان سبيسيفيك ليا انا مانيش نتبع في حد معين نكتب قلمي انا نقول جينيرالمون حاجات عمرهم ما تقالوا قبل باغ اكزومبل كنقول تعلمت منك يا دنيا مش ديما اللي سامح كريم ونكمل ديما نحاول نبدا بحاجه ما تسمعتش قبل ما تقالتش قبل قلتها كان انا. خممت في الاحتراف مريم؟ والله نعرفش شنو بالضبط احتراف في الكتيبه في تونس سورتو في الشعر جو بونس صعيب. بور لو مومون معناها عملت جوست كلمات غنايه مع فنان دونك نجم نقولوا انا شاعره غنائيه عملت مع يوتيوبر دي بودكاست تلقى اسمي مكتوب كلمات مريم الديلي نعمل دي فيديو كنت اما ديما ما نهبطش وجهي في لي فيديو علي ما نعرفش علاش كنت بوندون دي زاني نهبط حتى فما ناس سورتو بالعربيه وقتها تعرف الشاعر عنده الببليك نتاعو بيان سور اللي هو سبيسيفيك وصعيب اكزاكتومون دونك ما نعرفش علاش جافي با لوداس باش نخرج لهم انا تيت خفت من لي كومونتير حتى نهار من نهارات قلت انا باش نخرج. وشنو اللي خليك اليوم تتشجع وتخرج للعلن في وسائل الاعلام اليوم راك ما شاء الله ناشطه في عده وسائل الاعلام شنو الدفع او الحافز اللي خليك تنطلق وتنحي كل الجماح هذيك تنحيها؟ على خاطر احنا اليوم كما يقولوها عصر الصوت والصوره بوركوا با معناها كان انا باش نخرج بصورتي وعندي موهبه زيده اللي تستحق علاش لي حسيت روحي بتاتر كان باش نزيد نتخبى اكثر من هكا كتيبتي باش تتظلم دونك بوركوا با نخرج انا مادام انا فخوره باللي نعمل بيه وفرحانه رقدت قمت بالحق هي رقدت قمت قلت انا باش نخرج. بيه مريم شنو اكثر تيم تخدم فيه يعني اكثر تيم ترتاح كي تبدا تكتب فيه العاطفي الواقعي اللي فيه حزن شنو هو التيم اللي تلقى روحك فيه اكثر؟ الحقيقه كما قلت انت عجبتني كيف سميته انا اول مره نسمعها ما عجبتني هكا مستني ديجا نجم نزيد نكتب عليها الواقعي الواقعي اكزاكتومون مش العاطفي بتيتر معناها كما نقولوا على غدر الناس على ثقتنا اللي نعطيوها اللي ما يستحقوش فما ساعات في كتاباتك او في القائك فما كانها دي ميساج فما ميساجات مشفره ممكن نابع من تجربه ممكن نابع من انتوراج ممكن فما حافز دزك باش تكتب بجوارحك هذا الكل والله كيما اي عبد ينجم يكون عاش خايبات امل قبل اما تعرف اللي يكتب هو اكثر فنان يتعب على خاطر الكتيبه هي اكثر اخر لازمها كرياتيفيتي ولازمها انوفاسيون تمثيل لازم كرياتيفيتي الاغنيه كل اما الكتيبه هي اكثر حاجه دونك ياسر تاخذ من الطاقه نتاع اللي يكتب دونك انا اليوم نجم نقول اللي انا افيك لو طون افيك لا ماتوريتي نضج قريب 30 سنين عاوده من فرحانه بها صغيره لا صغيره نعرف نعمل حصانه عاطفيه على روحي
نعرف نفصل بين مريم الشاعرة ومريم اللي تعيش في الدنيا. صار هو وهم شبيدهم مريم اللي نعمل خاطر جينيرالمون الشعراء قبل كي يكتبوا على الحب تلقاهم عايشين في قصة حب، كي يكتبوا على الهجران أو الهجر تلقاهم عايشين في هجرهم شكون يعني على الخيانة، يعني هما خانوهم. مريم كي تكتب بعيدة، مريم الشعراء بعيدة على مريم الإنسانة في كتاباتها. جوستومون أنا افيك لو تون وليت واعية اللي أنا باش نكتب ونوصل نمس الناس لازمني نمس كل شيء، اللي عشته واللي ما عشتوش، اللي نعيش فيه توا واللي نعرف بتاتخ عمري ماني باش نعيشه. دونك كيما قلت لك عاملة حصانة عاطفية، وأنا نقول وتسقط هذه الحصانة حين يكتب قلمي. الله الله عليك. باهي يا مريم قل لي، هل الشعر هذا موهبة كهو أو باش تزيد تخدم عليها أكثر؟ أنت عملت زوج تجارب فنية وما زدتش بعد. وعملت ريسامون، هو كل شيء جيني ريسامون، دونك عملت دي روبريك في راديو نجحوا ان شاء الله بيانتو. دونك سورتو هذا اللي خلاني اكثر نتشجع باش نخرج للناس ان شاء الله تري بيانتو. انا كاتبه كتاب هو روايه، لكن روايه من الواقع. شو اسمه؟ ماذا بيا ما نقولش تو حتى لين يخرج حتى لين كي نكون حاضره مليح باش نحكي عليه. هو حاضر خاطر انا كتبته من الاول على باز بالعربيه الفصحى، لكن خليني نقول نكون صريحه سي با كوميرسيال اكزاكتومون. انا قلبته برسك بالدارجه. دونك ان شاء الله شعر او نثر او هو لا هو روايه 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 على لسان راقصه. الرقصه كيفاش تشوف تونس، الرقصه كيفاش تشوف السياسيين، الرقصه كيفاش اسكو تنجم تحب الرقصه في تونس ولا ما تحبش الرقصه، هل هي تراب الحق كيف تشطح اللي هو فن ولا هي اوفون نادمه. باش نقول اسكو هو فن ولا مش فن، باش نعطي بيان سور راي في مختلف مواضيع. ما نحبش نحكي ياسر باش والله يشوقني ما نحرقش. انا من اول الناس اللي باش تقراها الروايه هذه. ان شاء الله يا ربي نستنى روايتي ان شاء الله يا ربي توقيعك طبعا سازغا لو برومي كادو ليك انت يعيشك يا مريم. نسمعوا حاجه من عندك ميلا مريم اليوم. انا قلت خاطر حسيت ان الناس انا هو اللي يكتب يراق بيسر يغزر يغزر اكثر من الناس الاخرين ويرى ما بين السطور. حسيت اللي في موضوع الحب شنو هي اكثر حاجه اللي زعما حب ولا مش حب، وبعد بنحب يطلع ماهوش حب. دوك اليوم حكيت على الحب برشا واقعيه، وباش نقول لهم سولون رايي انا وقتاش تصدق اللي هو بحب الحق. هاي انا بيجي نحب نعرف خلينا نعملوا كلنا تيست لروحنا زعما حب ولا مش حب. زعما شوف شو يطلع. هاي تفضل مريم. صدق الحب كي تحب وما تعرفش علاش، وتمن الغلط وتحب فيه حتى العيوب. احكي الاسرار وخبي اللي ما يتخباش، احلى ما في الحب الشيء اللي تخبيه. ما صابني كل شيء انت تحبه، ونعرف ما تحب شيء قد روحك. قلبك حجره ايش اللي يهدو، ربيني ولا مدمر بجروحك. الحب انواع وحبك ماشي بالمقلوب، بدي بالجرح وفاق قبل ما يبدا. فماشي عركة تربح المغلوب، عركة ربيع ولا منامة في شتاء. اش بيك مخبل يا احساسي، ممن الخوف وخايف من الامان. لا تروف ولا تذري قياسي، الحب فن وانت راك فنان. تخيل يوفى من الدنيا الاحساس، وننسك اني عمري ما حبيت. نعرف خليلي يخلق لك احساس، ونرجع نحبك كيني عمري ما نسيت. مقويها الحب يعرف يعيش بين زوز مجروحين، ويعرف زيدا يعيش بين زوز فرحانين. يعرف يفرق ويقرب، يفرح ويبكي، ويعيشك في حكايه واحده الحالتي. مقويها الحب يخلينا نتوجعوا من اصغر الغلطات، ويخلينا نسامحوا على اكبر الغلطات. وكل ما نقولوا توبه ما نتوبوش منه، وجرب كل اخر مره ترى يتعود لك مرات. قديش من مرة قلنا حبينا وطلعنا ما حبيناش، وقديش من مرة بالحق حبينا والمكتوب ما خلاناش. نرمي وغلطنا على المكتوب كأنه ما حسيناش، وأخيب إحساس نهار اللي ما عاد تحس حتى إحساس. قديش من مرة قلنا نسينا وكذبنا ما نسيناش، وقديش من مرة بالحق نسينا وهوما ما نساوناش. هكا كاس الحب كيف كاس ماء بالملح ما يرويش، قد ما تشرب تحب تزيد، تزيد تزيد وما يكفيش. يعطيك الصحة وفيت والله أنا ما أدريك تزيد الحقيقة بتاع ربي. كاينها خرافة، كاينها خرجنا عن الشعر النمطي. هو نثر حتى خاطر فما الشعر يعني باللغة الدارجة، لكن تهزني في حكاية، تهزني في منامة، تهزني في حلمة، كاينك
فما حاجه تمس على الاخر في الكلام، ممكن فما جودمو تلعب زاد انت عيسر على الجودمو في صحيح. في كتاباتك تعرف منين تدخل سورتو الدغدغ الاحاسيس والدغدغ البشير، تعرف التريك اللي تدخل منهم للقلب سورتو في قصيدتك هذيا. ميرسي بوكو مريم الدالي الشاعره والكاتبه، ان شاء الله حظ موفق ليك، ان شاء الله تحضر معنا بيانتو نشوفوا كتاباتك نشوفوا اخر اصداراتك وانتاجاتك، حظ موفق ليك. انا باش نمشي بحذا الشيفه تحيا، حتى الشيفه تحيا عندنا شعر احنا في الكوجينه، تبدا تحكي وتغني مع لي زانغريديون تاعنا ومع المنتوجات هكا ولا شيف؟ ها من نجم كان نكون عامله كيف مع المنتوجات فنانه في الكوجينه شيف يعيش الو تجيك من هوني انا اجا منين تحب تجيك من هوني ولا من الغادي منين تحب منين تحب الو هني عندي الثوم نحط شويه البصل تشوف قداش سهله وبسيطه كيما الاخرى مي هذه انتغرال باش تكون مقرونه انتغرال موزوزه تشيشه كيما تحب انت شنو تحب موزوزه كانت تحرحر انا ما نجمش ناكل ما كانش كل واحد نحط له صحن هريسه كل واحد يحط له صحن لا لا اجا ناكلوا مع بعضنا شيف الهريسه تعرف الهريسه سي كم حرحره بنينه اما انا الحار ما نجموش بالكل افيك موديراسيون شيف افيك موديراسيون نحاول باقي نحاول راني انا الحاجه فيا باقي نحاول هاي اما نتحرحر في ساعه وما نجمتش الحار ناكلها خليه للناس ويا ناكلها كمامه ما تشدش روحي مش ما ناكلهاش ناكلها كمامه ما تشدش روحي ما نشدش روحي اي الوغ شويه ملح شويه دبلاش كركم مع الطماطم هذيك اللي حطيتها نجي ناخذ المقرونه نتاعنا هذه الانتيغرال هذه الانتيغرال ورده قمح كامل هذه جماعة الريجيم، جماعة اللي تعمل في الدايت، جماعة اللي تحب تاكل هكا هيلثي شوية فيها الألياف تاعها فيها برشا ألياف اللي تعاونكم على امتصاص السكريات أسرع من الدم فوالا ألوغ نجي هنايا وناخذ كالعادة الماء ونبدأ نسقي في المقرونة وتقعد تغلي مع بعضها فك الثمانية دقايق هذوكا اللي طالبينهم علينا يلزم جوست السباجيتي من الأول نفرقوها مع من بعضها معناها وقتي تبدا هي على الغاز هكا ما نخليوهاش تلصق في بعضها ما نخليوهاش تلصق في بعضها نتبعوها بالتشيشه بالتشيشه شويه من الاول هكا اون فوا تعديت ليتاب نتاع اللي ما عادش تلصق وتراب شويه ما عادش نخافوا عليها داكور. تولي وحدها تكمل الطيب تكمل تاخو الماء اللي حاجتها به ما نسقيوش برشا من الاول دوبلاش ما تحبش نتبعها انا كان عندك حاجه اخرى باش تعملها ولا عندنا كان هذه تو واش باش تخلي لي نعمل انا كان انت جي طيب انت ماني حابه هاني قلت لك هاني قلت لك نبدلوا ناويه ناويه على البلايصه تحس الطفله ذي خسر من الاول قلتها راني شنو نعملوا لها الطفله ذي نخرجوها فاصل خرجها فاصل خرج عليا فاصل شوف مقرونه كيفاش حاضر خلينا نخرجوا فاصل قصير بياسير ونرجع معكم في الدوزيام بارتي نكملوا مع بعضنا طبعا بقيه حلقتنا لليوم فاصل ونرجع سرنا المحبة. كي يسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا ومن ما زرعنا نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان أجبان مرياح سرها صنعة ليدين حرفة واتقان كل العاملين وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم وبأحسن ما ننجو إن ودوكم وين ما كنتوا
على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا، وتن البدر حذرناه سلا سلا، محذر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ مؤسسة تونسية مختصة في بيع تجهيزات المطاعم والنزل، توفر لكم كل معدات المطابخ والمطاعم والمخابز بأسوان معقولة وفي المتناول. للبروفيسيونيل وللناس المغرومة بالطبخ، سيارة تحط على ذمتكم إيكيب كبيرة تفيدكم بخبرتها وتنصحكم في الاختيار. ملا زورونا في لي دو بوان دو فونت نتاعنا في المنزه 1 والحمامات. طلت الأحباب والجارة عالخير تلمينا، غمزة وضحكة ودبارة على عزاز علينا. كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا، سيكا ومية العمارة وبسرها تزهينا. يلي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا. أنا عندي يا مدام الطماطم هي سيكام. نادى ربه نداء خفيا. من حسن إلى أحسن بالنسبة لبيرتا، عهد وفاة. كانوا باب الجنة تحل قدامي، ذكرت هكا راجلي وصغاري وأهلي وأحبابي وأصدقائي وكلهم كانوا ما كديرين بي. بسم الله والله أكبر. نور المكان كامل نور، باب العرس صدقني معناتها شيء قشعر للدم. ده نغزو وفعلا صحيحة. يقول يا ربي إن شاء الله في العودة. خبرتنا في الميدان تخلينا نكونوا متميزين، برشا شوا وبرشا موديلات تستنى فيكم. الإبداع شعارنا والإتقان مهمتنا، وكيب مختصة على ذمتكم. وهديتنا ليكم اشري سنة وخلص العام الجاي. برقاوي غيدو بيطار.